فماذا في الغربال؟ رائع يا أهلي، عظيمة يا مصر، رائع يا أهلي. والأمر لا ينفصل، لأنه إذا كانت مصر الرياضية تشهد هذا التوهج وهذا الحدث العالمي الكبير، فأيضا زعيمها الكبير الرياضي ونادي القرن النادي الأهلي يواصل ضرباته القوية عالميا. كل الاستفتاءات، كل الاختيارات، كل الإحصاءات تضع النادي الأهلي في المكانة العالمية التي يستحقها نادي القرن في أفريقيا. الأهلي في صدارة الأندية الأفريقية وبيتخطى الأرسنال عالميا، ده في تصنيف الأندية وفقا لموقع فوتبول داتابيز لأندية العالم. فوتبول داتابيز عمل تصنيف لأندية العالم بإنجازاتهم وبطولاتهم، الأهلي جه عالميا في المركز 37، تفوق كان حاجة و40، تفوق على أندية عالمية كبيرة زي سانتوس البرازيلي، الأرسنال، وستهام يونايتد، بجانب إيفرتون من إنجلترا ومارسيليا الفرنسي، فيما حل الزمالك في المركز 131. يعني الأهلي 37 والزمالك 131، ده في هذا الموقع العالمي الكبير. بايرن ميونخ الألماني تصدر قائمة التصنيف قبل مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وليفربول الإنجليزي بنجمه الكبير محمد صلاح، ثم باريس سان جيرمان على الترتيب. الترجي التونسي حل في المركز الثاني أفريقيا خلف الأهلي، تفوق على مازيمبي الكونغولي وعلى الزمالك وصن داونز وعلى المريخ على الترتيب. الهلال السوداني جه في المركز السابع بين فرق القارة، يليه النجم الساحلي والوداد البيضاوي وفيتا كلاب، عشان تكتمل قائمة العشرة العظماء في أفريقيا وأعظمهم وأكبرهم ببطولاته النادي الأهلي. إنجاز جديد وكبير يا باشمهندس. طبعا لكن الترجي ده الترتيب ده بقى في أفريقيا، يعني الأهلي وبعدين الترجي ده الترتيب الأفريقي. أيوه. لكن اللي يهمك إن الأهلي يتصدر في الترتيب العالمي، يتفوق على سانتوس وعلى الأرسنال وعلى أندية عالمية كبيرة. يعني هذا الترتيب الإفريقي عندما ترجم عالميا برضو يتصدر النادي الأهلي كل الأندية الإفريقية والعربية. بالضبط. دي مكانة الأهلي، وده تشريفه لبلده، لأنه بيبقى رائع جدا سواء الأهلي هو بيكرم في جلوب سوكر الإماراتية وياخد هذه الجائزة ويبقى الأهلي نادي القرن الجديد في أفريقيا. الناس لسه بتتخانق على القرن العشرين وعلى يافطة القرن العشرين، والنادي الأهلي يتوج في العشرين سنة الأولى من القرن الجديد هو نادي القرن 21 حسب جائزة جلوب سوكر، ويكون أكثر أندية الشرق الأوسط حصولا على البطولات. دي مكانة النادي الأهلي اللي الحقيقة ليها تأثير كبير جدا على القيم التسويقية بلا شك يا باشمهندس. مؤكد. أي بص، الأهلي لما ينور عالميا نرجع تاني نفخر بمصر. كل شيء مصري يحط سبوت يتقال إن ده يمثل مصر، أو نقطة أو الأضواء تتجه إليه، هو فخر لينا كلنا المصريين قبل الأهلوية. طيب